السلام عليكم. باغي ندير واحد الموضوع. الأغلبية ديال الناس، خاصة الناس ديال تمسنا، ما نعرف واش حتى لي باج ديالهم ولا هذيك لا بريس ديالهم اللي كاينه ولا كلش، ما تيهضروش على لي بالكون، على البالكونات اللي تيكونوا في اللي خاصهم يكونوا في العمارات. مع الأسف الشديد كتلقى عمارة مقادة ناضية ولكن ما كاين ني بالكون ني اسباس ني حتى شي حاجة. ما عرفتش، ما انا عارف انا هاد المقاولين كيفاش كيحسبوا هاد الناس هادو، ولكن في الحقيقة الخطأ ماشي ديال المقاولين، الخطأ ديال المجلس البلدي اللي كيعطيهم الرخص ديال البناء، والخطأ هو ديال هادوك المهندسين اللي كاينين في المجلس البلدي اللي كيشوفوا لي بلون، كيشوفوا بان ما كاينش فيها بالكون، دونك دي كونديسيون اللي ما كاملاش، وكيعطيهم الرخصه يقبلوا ويسنيو لهم على التصميم ديالهم الاولاني. واللي تيزيد ياسف هو ملي كياخذوا داك التصميم اللي كيعطيو البلديه كيبداو في البني وكيبداو يغيروا، كيعاود يصايبوا تصميم واحد اخر كيديوه للمجلس كيعاود يسني لهم. على كل حال انا واحد الانسان كنعرفو كيحلف ليا ويعاود الا في لو بلون وراو ثلاثه ديال لي بالكون، هذا في السكن الاجتماعي ثلاثه ديال لي بالكون في الكروكي اللي كاين عندهم، قال لها واحد ها جوج ها ثلاثه، وشرا ديك الدار على اساس ثلاثه ديال لي بالكون. النهار ديال التسليم ديال الشقق اشنو هو هذا البالكون؟ هذا عباره عن خمسه ما كاينش من 25 شي 10 سنتيم خارجه على البني، دايرين فيها واحد البرات ديال الحديد مدورين في ثلاثة، إذا ما كتبش لأن كاين ثلاثة لي بالكون، ولكن أش من بالكون هذا؟ ما كاين لا بالكون لي زمر، أش من الشرجم نيشان لا ديك 5 سنتيم اللي خرج الحيط على البني. وأنتم غادي يبانو لكم هاد العمارات اللي كتشوفوا قدامكم. واللي مؤسف أكثر هي حتى الناس كانت تتشكى على البالكون على الضيق وعلى، شوفوا واحد النموذج قدامكم هنايا اللي وكنتمنى ما ياخذ حتى شي مقاول باش يقول لك صورتيني ولا ما صورتينيش، انا غير خديت هذاك الشيء كاكزومبل صافي، ما كنوجهتو حتى شي واحد، غير كنقولوا كان هذا البني الجديد دابا اللي كاين علاش المجلس البلدي ما يفرضش عليهم دي بالكون؟ حشومه كتلقى واحد البنايه عماره قدا قداش ودايره بحال داك السجن ديال الكاتراز، حبسوا صافي، ما كاين لا بالكون لا حتى شي حاجه، حتى اللي بغى يجي شي صوت ولا شي حاجه اولا عنده شي ريحه ديال الغاز يمكن له يخرج، الى عنده شي ولد صغير يخرجوا للبالكون باش يضربوا الهواء، ولا ما كاينش خص تهبط دوك الدروج كاملين باش بغيتي تخرج الى بغيتي تشم الهواء، او لا تخنق وحده في جوج. انتم كتشوفوها انتم لا الكاتراز وصافي، هذا البني القديم اللي قدامهم ما كاينش بالكون. هذا الشيء راني زدت في تمسنا وبان لي هذا الشيء هذا وصورته، ماشي حشومه وحيد، فين هما لي بالكون؟ كاينين واحد العمارات مبنيين خصيصا لواحد الناس وحدين ما فيهمش لي بالكون، وواحدين اخرين فيهم واحد لي بالكون على قد الحال، ولكن اللهم كما كيقول المثل اللهم لا العمش ولا العمى، غير الفرق بينهم هذوك دابا لان كاين ديال الناس الصغار ولكن هما كبار عند الله، وكاين لي سوبيريور ديالهم هما علاش دايرين لي بالكون، اما الباقي سكن ولا سكوت، كاين لا بالكون لهم يحزن. وهذا الشيء هذا راه عيب على المجلس البلدي اللي كيعطي الرخص لصحاب العمارات يبنيو بلا بالكونات، عيب سواء المجلس البلدي ولا العمالة ولا شكون اللي كيعطي هاد الرخص هادو، شكون اللي كيفيزي لهم على التصاميم، هاد التصاميم راه ما عندها علاقة معاها. وعلى الأقل بعد هادو اللي نقولوا البنايات الأولانية ما كاين مشكل، ولكن هادشي الآخر خاص بنادم يفكر شوية ويفكر في مواطن ويعرف بأن هادوك الناس اللي غيسكنوا تما راه بشر ماشي حيوانات. دابا حتى الحيوانات راه ولا كيديروا لهم واحد التهوية باش يبداو يتهووا، ولكن هنا ما كان الاعتبار حتى شي واحد، حشومة كاع وعيب. هاد العمارات هادو ديال هاد الناس المغربية راه فيهم البالكون، ولكن اللي اون فاس ديالهم ما كاين لا بالكون لا والو، ماشي حشومه.
واخا كاين بالكون واحد ما مهم ما يهمش نو المهم بالكون على قد الحال ولكن كيتسمى بالكون امور وعلاش ما كانوش يديروا هذوك الناس اللي بانينا هكا يقدموا لك بلان على اساس فيه لي بالكون بعد تجي تسكن في بنيقه اللهم انا هذا منكر هذا الشيء اللي غادي نقول لك في الفيديو اللهم انا هذا منكر السلام عليكم.